وصلت الحافلات التي تقل ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة، وعلى متنها عائلات الشهداء الفلسطينيين الذين أنهوا مناسك الحج بكل يسر، وأتوا إلى هنا لزيارة مدينة الرسول الكريم والتي استقبلتهم بحفاوة مثل ما فعلت مكة. من بين هذه العائلات الثكلى التي حظيت بضيافة خادم الحرمين عبير أبو رجب، والتي فقدت 19 من عائلتها بغارة إسرائيلية على مخيم البريج في غزة، السيدة التي انتهت عائلتها بكاملها تقريبا بدت سعيدة بهذا الاستقبال الحافل. الحمد لله بفضل من الله عز وجل. طبعا أنا حسيت بسعادة كبير لما وصلت لهذه البقاع. الحمد لله يعني المكرمة هذه خففت علي كثير بعد طبعا ما فقدت جميع اهلي. الحمد لله بفضل الله عز وجل انا كثير ارتحت في هذا القاع. قعدت وطفت في هذا المكان ودعيت لاهلي ودعيت للمسلمين والمسلمات، دعيت للاقصى والحمد لله تبارك وتعالى. وسيمضي 1000 حاج فلسطيني ايام ضيافتهم الاخيره في رحاب مسجد رسول الله، كما يتضمن البرنامج زياره جبل احد ومواقع وشواهد مختلفه. من كعبة المسلمين إلى مسجدهم النبوي ينهي ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء الفلسطينيين رحلة عبادة وتقرب إلى الله، اعتبروها بمثابة الحلم الذي تحقق ورحلة العمر التي لن تنسى. عبد الحفيظ جعوان، العربية، المدينة المنورة.